إن يوم الحشام أقرح جفوننا وأشبل دموعنا. أكرموا أولادكم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب أهل بيته، وقراءة القرآن. أن يحسن اسمه وتربيته، ويتذكر أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وإنما أموالكم وأولادكم فتنة. احترام شخصية الولد وتكريمه وتقديره وإعطاؤه قيمة، فلا يجوز إهانته أو سبه أو ضربه، فهو أمانة من الله تعالى. فالمعاملة القاسية الخالية من الحب والحنان والمبالغة في العقاب قد تؤديان إلى العقوق. إعطاء الولد مساحة من الاستقلالية التي لا يوجد فيها إلزام شرعي، فهو قد خلق لزمن غير زماننا، مع عدم إغفال النصح اللين والحوار الهادئ دون فرض أو إجبار، خاصة عندما يكبر ويبلغ سن الرشد. إذا وسع الله عليك فعليك أن توسع على عيالك، حتى لا يكون موتك فرحا وفرجا لهم، يتوسع بأموالك حيث يشاءون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله من أعان ولده على بره، يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره، ولا يرهقه ولا يخرق به، وليس بينه وبين أن يدخل في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم. وعاشوراء تقدم لنا نماذج من هذه العلاقة بين الوالد الإمام الحسين وولده علي الأكبر عليهما السلام، أشبه الناس خلقاً وخلقاً بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متفانياً في سبيل نصرة الإسلام. ففي الطريق إلى كربلاء قال علي الأكبر: يا أبتي، ألسنا على الحق؟ فقال الإمام الحسين عليه السلام: بلى والله. فقال علي الأكبر: إذا لا نبالي، أوقعنا على الموت أو وقع الموت علينا؟